ثم قال عز وجل كلا بتكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا ذكر في درس الصباح يا إخوان أن كلا تأتي لمعاني متعددة، لكن أشهرها نعم أنها للردع والزجر أو يكون معناها، وهنا يا إخوان ماذا تكون؟ ردع. هنا بعدما تقدم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، كلا بل تكذبون، كلا ليس الأمر كما تظن أيها الإنسان، أيها الإنسان المغرور المخدوع، كلا. ثم قال عز وجل بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، تكذبون بالدين بيوم الحساب. وفيه إشارة يا إخواني إلى أن من يكذب بالحساب دافعه للتكذيب به اتباع شهواته وارتكاب المحظورات والمحرمات، هو يريد أن يفعل كل شيء ولا يتذكر أنه سيقدم في يوم يحاسب عليه. ولهذا قال ربنا عز وجل في سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يريد الإنسان أن يفجر فيما يستقبل من عمره. إنما حمله على التكذيب بالبعث حرصه على شهواته وارتكاب ملذاته وإن كانت محرمة، فهو يكابر في إنكار البعث حتى يفعل ما يريد يفجر أمامه، يعني يفجر طول عمره وكل ما يستقبل من عمره، ولهذا هو ينكر البعث. ولهذا يقول ربنا عز وجل كلا بتكذبون بالدين